مشروبي ترى عبراني مشروبي بتاعي انا بسيط جدا 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 كل فكرته ان انا ليا يوزر نيم وباسورد بخش بيهم على البرنامج لما بخش بيهم بلاقي معلومات تخصني يعني ايه معلومات تخصني ايه المعلومات اللي تخصني انا عايز اسجلها في البرنامج بتاعي انا مع البرنامج بتاعي بسيط جدا كل فكرته ان انا عايز اسجل اسم الموقع والعنوان بتاع الموقع وهو بيعمل ايه واليوزر نيم والباسورد بتاع الموقع عشان انا عندي مشكله كبيره جدا بخش يوميا على 50 60 موقع وبعمل اكونت هنا وبعمل اكونت هنا وبعمل اكونت هنا عشان اعرف انزل حاجاتي واعمل الشغل بتاعي وفي الاخر انسى الموقع كان عندي موقع كان جميل قوي بيعمل كذا بس مش فاكر كان اسمه ايه او عندي موقع بيعمل كذا بس مش فاكر كان بيعمل ايه او اخش على موقع يقول لي دخل يوزر نيم وباسورد مش فاكر اليوزر نيم والباسورد ايه نسيت هيصه فانا هعمل برنامج بتاعي نظم العمليه دي بس ان انا هخش يوزر نيم وباسورد بتوعي الاقي مواقع الموقع بتسجل اسمه بيسجل عنوانه بيعمل ايه يعني نبذه كده بسيطه البرنامج الموقع ده اللي بيعمل كذا 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 عشان لما اجي ادور ابقى ايه ابقى افتكر فاهم المشكله دي بس لو يوزر نيم وباسورد تاني بتاع اخويا مثلا او بتاع اي حد بيفتح له المواقع بتاعته هو اللي مسجلها ايه اللي مسجلها هو بس دي فكره البرنامج برنامج بسيط جدا ومفيد جدا مش اي مشكله في اي مشكله اهو ما حدش بيقول في مشكله خالص عايزين نعمل برنامج هو قاعده بيانات اكسس وي هيتعمل بفيجوال ستوديو 2012 خلاص مش نعمله اس كيو سيرفر نعمله اكسس عشان تاخد فيجوال اكسس فروح افتح الاكسس نعم خدته اس كيو افتح مايكروسوفت اكسس عندي اكسس 2007 مش مهم لا لا ما تقوليش عربي لا لا المفروض تعملوه انجليزي مش مهم يعني اعمل جداول بس عادي يعني مش قضيه يعني ادي الداتابيز اهي وادي الفيجوال ستوديو اهو ابدا الاول بالفيجوال ستوديو ولا ابدا بالداتابيز اعمل الفيجوال ستوديو الاول من فايل نيو بروجكت وفيجوال بيزك ويندوز فورمز ابلكيشن اسمي ايه بروجكت او نسميه ويب سايتس المواقع هيتسجل فين على الدي هو فولدر اسمه vb.net زائد اكسس واشيل خالص دي يبقى ايه vb.net زائد اكسس والمشروع يبقى اسمه ويب سايتس هيبقى اسمه ايه ويب سايتس وادوس على اوكي ليه عملت كده الاول انا عشان لما اجي اعمل قاعده البيانات بتاعتي احطها جوه الايه جوه نفس الفولدر احطها جوه نفس الايه الفولدر طبعا لو عملت قاعده البيانات الاول مش مشكله خدها يا عم وحطها جوه نفس الفولدر مفيش مشكله خالص هاجي كده من هنا من القائمه بتاع الزرار الويندوز ده واعمل ايه نيو قال لي بلانك داتابيز بلانك داتابيز وجايب لي هنا الباص اللي هتسجل فيه قلت له انا عايز اغير الباص ادوس على الفولدر ده واروح على عديه او ما تعديهوش وادور على في بي واكسس وبعد كده ادور على فين هو ويب سايتس اهو هلاقي فولدر اسمه ويب سايتس تاني خش عليه هلاقي فولدر اسمه بن خش عليه هلاقي فولدر اسمه ديباج خش عليه وبعد كده سيف هنا يبقى ايه هنسيف في الباص بتاع المشروع لو مشروع اسمه ويب سايت يبقى جوه ويب سايت جوه ويب سايت جوه بن جوه ديباج اخر حاجه خالص واقوم داخل ايه او كاتب اسم قاعده البيانات وليكن اسمها ويب سايتس ده بتاعتي انا واقوم عامل ايه اوكي واقوم دايس هنا على زرار كرييت واقوم نازل هنا على زرار ايه كرييت قال لي تيبل 1 قلت له اقفل تيبل 1 ده كليك يمين وقلت له كلوز قفلته خالص الكلام ده كله انتوا عارفينه خلاص واجي هنا على 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 كرييت واختار تيبل ديزاين واختار تيبل ايه تيبل ديزاين ادوس على تيبل ديزاين قال لي هنا الفيلد نيم هنا الداتا تايب هنا الديسكريبشن هاجي على الاس على الفيلد نيم اسم الحقل يعني عند الفيلد نيم واقول له ويب او سايت نيم او سايت ايه سايت نيم اسم الموقع اسم الموقع في
وده طبعا تكست، وده نوعه ايه؟ تكست لا يتعدى ال 50 حرف مثلا تكست. بعد كده هات هنا اليو ار ال، يو ار ال عارفين يو ار ال؟ اللي هو او اتش تي تي بي نقطتين شرطه شرطه دبليو 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 دوت ال دوت كوم مش عارف شرطه، العنوان ده ده اسمه يو ار ال. خلاص يو اي ار ال يونيفايد ريسورسز لوكيتور، ما علينا خلاص. حاجه كده هتاخدوها بالتفصيل الترم الجاي وعلى خير، لسه في البدايه. اختصارات الانترنت وبروتوكولات الانترنت والموضوع بتاع الحاجات دي هتاخدوه في ماده مش عارف اسمها انترنت، لسه ما خدتوهاش. ماشي خلاص. يو ار ال ودي تكست، وده ايه؟ تكست طبعا نص كبير لان ده طبعا عنوان، بيبقى عنوان مش ربطيشن خالص، ده اليو ار ال. وعايز ديسكريبشن، يعني ايه ديسكريبشن؟ وصف الموقع ده بيعمل ايه، ده نص طبعا كبير برضو، يعني اقول الموقع ده اللي هو بتاع كذا 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 عشان ابقى فاكر يعني. خلاص. و ايه وايه تاني؟ يعني الاكونت بتاعي اللي انا عامله على الموقع ده، انا مش عامل اكونت على الموقع ده، يبقى ليه يوزر نيم والباسورد بتوعي صح؟ ايوه. يبقى انا اقصد دول، يبقى اليوزر نيم والباسورد بتوع مين؟ اليوزر نيم بتوع الموقع ده او الاكونت، او اليوزر اكونت، يوزر اكونت اللي هو اليوزر بتاع الموقع ده، والباسورد بتاع الاكونت بتاع الموقع ده. طبعا اليوزر اخليه نص مثلا، محدش بيعمل يوزر نيم اكتر من 20 30 حرف طبعا، والباسورد كبيره 20 حرف. ليه نمبر؟ ما ينفعش اكتب الباسورد بتاعي احمد، ما ينفعش اكتبه اي بي سي. دخلنا داتابيس خالص. ايه تاني بقى سؤالك؟ معلش يعني البرايمري كي لازم يكون اقصر حاجه وحاجه مميزه وحاجه قصيره بقى، مش لازم يكون نمبر او نص، ما تفرقش معايا. خلاص. طيب هنا ايه المميز عندي؟ ايه اللي ما يكررش؟ السايت نيم ما بيكررش. طب واليو ار ال؟ ما بيكررش برضه، بس السايت نيم كبير واليو ار ال اكبر، ولا ايه؟ ممكن اعمل له كود، السايت الاولاني السايت الثاني السايت الثالث السايت الرابع كده يعني، ممكن على حسب ما انت ايه، حسب ما انت عايز. هاجي هنا كده وما اقول له انا عايز اضيف، بس مش معنى كده ان كله بقى الاقي الناس كلها عامله لي كده في كل الحاجات، يعني العميل لا، العميل مش لا، ممكن يكون العميل ليه رقم معروف، الموظف ليه رقم معروف، مش لازم يكون رقم كده على طول عادي يعني. فانا اجي هنا كده كليك يمين واقول له ادراك صف اللي هي انسيرت رو. خلاص قال هسميه ايه؟ قلت له سايت نمبر، بس السايت نمبر ده ملوش اي قيمه عندي، ده كده رقم كده عمال على بطال ملوش اي صح، لا بطل الرقم ملوش اي لازمه. هقول له هنا ايه نوعه ايه، ممكن اختاره ترقيم تلقائي. يعني ايه ترقيم تلقائي؟ يعني هو لوحده ياخد 1 2 3 4 5 6 لوحده، مش لازم انا اقول له يعني، مش لازم انا ايه اقول طبعا، بس ده مش مستحب في كل الانظمه يعني، مش مستحب تقول ترقيم تلقائي. حاسس ان هو ايه الموقع الاولاني الموقع الثاني الموقع الثالث، حاجه بالنسبه لي مش مهمه، حاجه بالنسبه لي مش ايه مش مهمه يعني، رقم الموقع مش مهم خالص. وكليك يمين هنا قلت له ده مفتاح ايه؟ برايمري كي. قال لي سيف الجدول ده، قلت له كليك يمين قلت له سيف. قال لي هتسميه ايه؟ قلت له هسميه ويب سايت، ويب سايت جدول الويب سايت، جدول الويب ايه؟ ويب سايت. وعايز اعمل جدول تاني لليوزرز اللي بيخش، كل واحد بيخش على البرنامج على 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 البرنامج ده يبقى ليه يوزر نيم وايه؟ باسورد، يخش بيهم يفتح له المواقع بتاعته اللي هو سايبها لوحده. خلاص كده؟ وهنعمل له كمان ايه؟ باركود، مع ان دي متوسعه شويه يعني، بس مش مهم، احنا الغرض ان احنا نجرب يعني، الغرض ان احنا ايه؟ نجرب. عايز اعمل جدول تاني، اقفل ده كلوز واجي عند كرييت واختار تيبل ايه؟ تيبل ديزاين. اقوم قايل اليوزر وده نص 30، باسورد وده نص 20، وبار كود لو كان ليه بار ايه؟ بار كود. طبعا لو كان اللابتوب بتاعي فيه
فينجر برينت، عارف الفينجر برينت ولا لا؟ ايوه بقى يعني يبقى انا بعتبر ان البرنامج ممكن اعمل انا بصباعي كده فيدخلني، يعني ايه المشكله يعني؟ خلاص نحاول نبقى نجربها مره برضو، مش مشكله خالص. باركود وده خليه نص عادي مش مشكله، على اي رقم، على 20 برضو مثلا. ايه اللي ما بيكررش هنا؟ اليوزر نيم ما بيكررش والباركود ما يتكررش. طب والباسورد ممكن يتكرر؟ انا معاك صدفه يا اخي، ممكن انا اجيب بالصدفه متعامل الباسورد بتاعي. انا وانت مثلا البرنامج ده بنستخدمه، ما هو البرنامج ده على جهاز واحد بس مثلا جهازنا في البيت فاحنا بنستخدمه كلنا، فجيت انت كنت مختار الباسورد بتاعك علي وانا اخترت حظك بقى ان الباسورد بتاعي علي، عشان مثلا هو ولد ناس اسمه علي مثلا ما نعرفش، هل معنى كده تفتح الحساب بتاعي؟ ما تعرفش بقى، لازم يكون عارف اليوزر نيم كمان عشان تبقى تفتح الايه؟ لازم تفتح عارف اليوزر نيم وعارف الباسورد، يبقى الباسورد واحد لو انت عرفته مش ايه؟ مش مهم، لازم يكون معاك الاثنين عشان كده مش ممكن يتكرر صدفه، وما ينفعش ما يتكررش. عارف لو عملته ما يتكررش يحصل معاه مشكله، ليه بقى؟ اجي انت عملت لنفسك ايه؟ اسمك ايه؟ كرولوس، كرولوس ماهر مثلا، انت عامل الباسورد بتاعك على اسم والدك ماهر خلاص؟ وجي اخوك لاجل الصدفه جه عمل الباسورد بتاعه ماهر، لو هيقول له كرر طب ما هو كده عرف الباسورد صح ولا لا؟ يبقى الباسورد ما حدش يتكلم عنه خالص، ما ينفعش اخليه ما بيكررش، انا قلت خليه ما بيكررش يبقى انا هقول له ان هو كرر يبقى هو عرف، يبقى ما ينفعش. طب الباركود ما ينفعش يكرر، كل واحد ليه باركود بتاعه لوحده، كل واحد ليه الباركود بتاعه ايه؟ لوحده. قلت له ماشي نعم، مش لازم بقى نوسعها قوي يعني عشان عايز الايميل هو اهو والايميل، ما انا مش عايز بس اوسعها معاكم بس بس ماشي 70. لا هو لازم، انا جت في دماغي حاجات ثانيه ما علينا. اليوزر نيم ما بيكرر، طب هو الباركود ما بيكررش والايميل ما بيتكررش، ولا ينفع الاثنين يبقى عندهم ايميل واحد بيشاروا؟ ما ينفعش، خلاص كل واحد ليه ايه؟ طب ولا ده بيتكرر ولا ده بيتكرر ولا ده بيتكرر، انهو البرايمري كي؟ اليوزر نيم. اشمعنى؟ اقصر حاجه، لانه اقصر ايه؟ اقصر حاجه موجوده. ممكن الاسم يتكرر، انهو اسم؟ مفيش اسم اصلا. اليوزر مثلا ممكن يتكرر؟ لا ما يتكررش، ما ينفعش، ما ينفعش اليوزر يتكرر ابدا. يوزر نيم ما ينفعش يتكرر. كليك يمين واعمل له ده برايمري كي. الجدول كليك يمين قلت له سيف، قال لي هسميه ايه؟ قلت له هسميه يوزرز او يوزر بس يوزر، بلاش كلمه يوزر، كلمه ممكن تكون محجوزه، خليها ماي يوزر. ماي يوزر يعني ليه؟ اليوزر بتاعي بتاع الجهاز البرنامج يعني. ومدايس على اوكي. طيب احنا كده عملنا، بص معايا على السبوره، بس انا عايز قلم، ويا ريت تنقلوا الكلام ده في ورقه كده عشان دي الاي ار بتاعت البروجكت، عشان ما فيش وقت ترسمها على الـ على الـ البرنامج. هلاقي ايه؟ انا كده عندي كان اسمه ماي يوزر، ماي يوزر ده في يوزر ده يونيك، وعندي باسورد
اليوزر نيم بتاعه لوحده مختلف عن اليوزر نيم بتاعي، يبقى ليه باسورد مختلف عن الباسورد بتاعي، فيعتبر الايه؟ بياناته مختلفه، يعتبر بياناته ايه؟ كل واحد بيسجل المواقع بتاعته اللي هو بيخش عليها، ماليش دعوه بالتاني. خلاص يبقى كل يوزر بيسجل اكتر من ويب سايت، ويب سايت بيخص مين؟ يوزر واحد. دي كايه؟ كانتيتي ريليشن. كريليشنال بقى هيبقى عندي هنا اهوت ريليشن اسمها ماي يوزر، عامله كده فيها يوزر، وده هنختار البرايمري كي، او عامل كده في كلمه بي كي، وعندي الباس، وعندي الباركود، وعندي الايميل. دي الريليشن الاولى. الريليشن الثانيه اللي هي بتاعت ويب سايت، الريليشن الثانيه اللي هي بتاعت مين؟ ويب سايت. طبعا انت المفروض المشروع بتاعك الحته دي خلاص خلصتوها، ده انا بقوله ده خلاص خلص، المفروض تكتبه. تكتبه المشروع عباره عن ايه؟ تبقى مكتوبه. تبقى مشروع عباره عن برنامج بيعمل كذا كذا كذا، ويتكون من يوزر، واليوزر ليه يوزر نيم وباسورد ومش عارف ايه، والثاني اللي هو الرغيش الحته الاولانيه. زي السؤال اللي موجود عندك في الكتاب. بعد كده تحط ايه؟ ده اللي هيتطبع في كتاب المشروع. هتعمله كتاب، بس مش كتاب يعني 15 20 ورقه كده. خلاص؟ الويب سايت اقول له سايت ان هوم، وده اختاره هو الايه؟ البي كي بتاعي، والسايت نيم واليو ار ال والديسكريبشن واليوزر اكونت باسورد اكونت. طيب عملت الريليشن الاولى وعملت الريليشن الثاني اللي هو الجدول الاول والجدول الثاني. فاضل لي مين؟ العلاقه بقى الريليشن. طبعا العلاقه دي علاقه هاز. يعني ايه هاز؟ كل يوزر ليه مجموعه ويب سايت، صح؟ دي علاقه وان تو ميني. مفتاحي الخارجي يجي عند مين؟ يجي عند اليوزر ولا يجي عند الويب سايت؟ هيروح للويب سايت. يبقى لازم اجيب اليوزر ده احطه عند مين؟ يبقى هنا يوزر لو بتاع خارج انقطه كده واكتب على جنب كلمه اف كي، واشاور اقول ده جاي من ايه؟ من هنا. والسهم يبقى رايح عند البرايمري كي كده. تمام؟ ده كده مشكله؟ بس خد بالك في عندنا كده حاجه اسمها يوزر اكونت، وفي حاجه اسمها يوزر. دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. فهمنا كده الشكل على السبوره؟ يبقى احنا كده فهمنا ايه؟ ما ضفناش المفتاح الخارجي ده في جدول الويب سايت، صح؟ يبقى اروح على جدول الويب سايت ده، كليك يمين كده واقول له عرض، اقول له ديزاين فيو، واجي هنا عايز اضيف مين؟ المفتاح الخارجي اللي هو اللي اسمه يوزر ده، اللي يبقى اسمه ايه؟ يوزر، او اسميه يوزر نيم مثلا، او اي حاجه، يوزر نيم. يوزر نعم؟ يبقى نفس ال يوزر نيم. لا اليوزر اكونت ده اليوزر بتاع الويب سايت ده. لا انا قصدي ان هو يبقى نفس الاسم. نفس الاسم ايه؟ ماي يوزر. ايه؟ انا حضرتك كاتبها نفس الكلمه ولا لا؟ ماي يوزر. مش مهم. تقصد المفتاح الخارجي لازم يكون نفس اسم المفتاح الرئيسي؟ لا طبعا مش شرط. مش لازم خالص. ادي المفتاح الخارجي هو اسمه يوزر. يوزر نيم. مش يوزر. ينفع كده؟ المفتاح الرئيسي يبقى بكلمة، المفتاح الخارجي يبقى بكلمة عادي. بس المهم لا مهم يكون دي هما حاجتين لازم يكونوا متوفرين فيه، واحد واثنين. الأولانية لازم يكون نفس الداتا تايب، نفس نوعه، واثنين لازم يكون ايه؟ نفس اللينس، يعني نفس الحجم. لو ده على ثلاثة يبقى ثلاثة، لو ده خمسة يبقى ده خمسة، لو ده 20 يبقى 20 كده. بس يبقى نفس النوع ونفس اللينس، لكن الكلمة اتغيرت مش مهم خالص. مش مهم خالص. تمام كده؟
والتاني كان ايه؟ لازم يكون نفس النوع، لازم يكون نص ونص على كام؟ طب اليوزر ذات نفسه كان يوزر وكان نص وعلى 30، يبقى ده لازم يكون اليوزر نيم لازم يكون نص وعلى 30. وسيف الكلام ده، كليك يمين وسيف. خلاص خلصت، فاضل لنا نعمل العلاقه. احنا ظبطنا المقطع الخارجي بس ما عملناش العلاقه. ظبطنا المقطع الخارجي بس لسه ما عملناش الايه؟ العلاقه. اعمل علاقه ازاي؟ اقوم داخل على داتا بيس تولز واختار ريليشن شيبس. اختار ريليشن ايه؟ شيبس. داتا بيس تولز واخترت ريليشن شيبس. قال لي انه جداول، قلت له الجدولين دول. ودوست على اد. دوست على مين؟ قال بعد كده ايه؟ كلوز. واقوم مختار المفتاح ده، اقول ده وده. اشد المفتاح الخارجي واسحب لغايه لما اوديه عند مين؟ عند المفتاح الرئيسي. واسيب. قال لي جدول ماي يوزر حقل اليوزر. بص على الاي ار بره. جدول ماي يوزر حقل يوزر، جدول ويب سايت حقل يوزر نيم. قلت له بالظبط. قلت له اخترت هنا ريفرنشال انتجريتي واخترت هنا كاسكيد ابديت وما اخترتش كاسكيد ديليت. ما اعرفش. وتحت ايه كاتب لي الداتا ريليشن شيب تايب؟ كاتب لي ايه؟ ها؟ 1 تو ميني. 1 تو ايه؟ 1 تو ميني. وقام قايل له ايه؟ كرييت. وقام قايل له ايه؟ كرييت. خلاص عمل لي الايه؟ عمل لي الداتابيز دايجرام او الريليشن شيبس زي ما انت عايز تسميها سميها. يبقى انت هتكتب الاول، بعد كده ترسم الاي ار في الورق بتاعك ده تقدمه. تكتب ترسم الاي ار الريليشن وايه؟ وتجيب كمان المنظر ده وتجيب الداتابيز دايجرام ده او ريليشن شيبس. داتابيز دايجرامز، داتابيز دايجرام او ريليشن شيبس. خلاص كده بس. خلاص داتابيز كده. كل سنه وانت طيب. مش عايزينها دلوقتي. خلصناها كله تمام. اقفل ده وارجع للمشروع بتاعنا اللي هو بالفيجوال بيزك. نعم لسه قلنا حاجه عشان الناس زينا بيسال، بيقول انا عملت داتابيز اصلا ولسه ما عملتش المشروع بتاع الفيجوال بيزك. مش مهم، هم تاخد ملف داتابيز وتروح تحطه جوه المشروع بتاعك، جوه الفولدر اسمه بن، جوه الفولدر اللي اسمه ايه؟ ديباج. تقوم عامل بيست للداتابيز. ليه؟ والمكان ده بالذات ليه؟ هنتكلم كمان شويه. ماشي يا عم، اعمل زي ما بقول لك بقى. خلاص؟ وهنشوف ليه؟ وهنشوف ليه وهيفيدنا في ايه واحده واحده. انا عندي المشروع مبدئيا شاشتين. الشاشه الاولانيه يدخل يوزر نيم والباسورد بتوعه او الباركود. خلاص كده؟ ويخش. اما يخش يفتح له الشاشه الثانيه اللي فيها الايه؟ الويب سايتس اللي موجوده. مبدئيا كده. خلاص؟ فانا عايز اعمل شاشتين بس. ادي الشاشه الاولى. واكتب عليها، اخش على البروبرتيز واخلي الباك كلر ابيض واسميها لوجن. خلاص؟ ونجيب مثلا بيكتشر بوكس كده حلوه نحطها هنا وادور على صوره. دوس على امبورت. ماشي، ممكن نختار صوت القفل دلوقتي. مش لاقيين اشخاص. ماشي اوكي تمام. او نخليه هنا على الشمال كده. ومنزل ليبل. انا محتاج برضه اظبط الخط بتاع الشاشه بتاعتي. لا الصوت كده مش كده، مش عاجبني. ايريال فولد على 12 مثلا او 14 زي ما انت تحب. اوكي. وبعدين دي اخليها ستريتش او اوتو سايز. لا 100 حجمها حلو. اصغر الشاشه دي شويه. حلو. واجيب ليبل. لا وبعدين بقى قوم داخل على التكست وكاتب ايه؟ اليوزر نيم. واجيب له تكست بوكس كده ابن حلال تحتيه. شكله مش عاجبني التكست بوكس ده. ممكن اظبطه شويه، اعمل له بوردر.
ستايل وخليه فيكسد عشان يبقى عامل بالمنظر ده. خلاص بوردر ستايل، بوردر ايه؟ الساعه 3 فيكسد، ومنزل ليبل كمان ومكاتب فيه باسورد، ومنزل له تكست بوكس، برضه اظبط البوردر ستايل على فيكسد، وعلم عليهم كده واطلعهم فوق. طبعا تلاحظ ان في واحد ده داخل شويه، ده طالع جوه، ده طالع، صح؟ ممكن واقفين كده ومدايس ايه؟ اللاين ليفت، يعني كلهم يبقى نفس البعد على الشمال. هتلاقيهم كلهم اتظبطوا على الشمال كده المفروض بالظبط. خلاص اللاين ليفت كده بالظبط. واعمل ايه تاني؟ وحط زرار لوجن، واكتب عليه لوجن. خلاص ايه تاني؟ اطلعهم فوق شويه. احط ليبل الصوت هنا عشان عنوان المشروع، واسميه ويب سايت سيفر، ويب سايتس سيفر. وممكن اظبط له الفونت بتاعه بشكل مختلف، بس ده عنوان يعني. اختار مثلا نوع خط امباكت مثلا، او اي نوع خط انا عايزه. عايز اخليه في النص بالظبط. خلاص سميناه ويب سايت سيفر. نعم يا ابني، هنا بيخش بيوزر بس، بيدوس على لوجن بس، مش بيكاريت يوزر. خلاص متهيألي كده شكل اللوجن مبدئيا ظبطناه، مبدئيا لسه هزود فيها شويه حاجات يعني. خلاص والشاشه الثانيه اللي هنسجل فيها بيانات الايه؟ المواقع، بيانات الايه؟ المواقع. هتبقى عامله ازاي؟ اجي من قائمه بروجكت واقول له اد ويندوز فورم، يعني عايز اضيف ايه؟ ويندوز فورمه ثانيه، فورمه ثانيه. خلاص وقال لي اد ويندوز فورم، قال لي ويندوز فورم هسميها فورم 2. قلت له لا، يعني ممكن اسميها اف ار ام سايت، اف ار ام ايه؟ سايت. ومدايس اد، ومدايس ايه؟ اد. لقيت لي الشاشه الثانيه اهي، بقى عندي شاشه اهي وعندي شاشه ايه؟ ثانيه اهي. الشاشه الثانيه دي اخلي العنوان بتاعها ويب سايتس، واظبط الفونت بتاعها. انا بظبط كل ده، بظبط الديزاين بتاعي. خلاص اخليه نفس النظام اللي هناك، اريال بولد على 12 زي ما اخترته بره، عشان يبقى طعم المشروع واحد. ندس اوكي، والخلفيه تبقى ابيض. حلو، هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عامله ازاي؟ انا عندي ويب سايتس كتير، عندي ويب سايت كتير. الاول اخليه يدخل بياناته هنا بتاعت الويب سايت. خلاص هقوم عامل له من بلاش كومون، اختار مجموعه اسمها كونتينرز. كونتينرز يعني الحاويات، يعني الحاجه اللي بحطها واحط جواها حاجات ثانيه. واختار جروب بوكس، واختار جروب بوكس، نازل جروب بوكس كده، واكتب فيه ويب سايت ديتيل. ويب سايت ديتيل يعني تفاصيل الايه؟ تفاصيل الويب سايت.
كومون ومنزل هنا اول حاجه عند الويب سايت نيم السايت نيم صح واجيب له محدش بيرد عليا ياك يكون حد سرحان ومنزل تكست بوكس بنفس التنسيق بوردر ستايل على فيكسد ده السايت نيم محتاج اكبر الشاشه شويه ممكن تول بوكس او منزل ليبل تاني يو ار ال منزل تكست بوكس تاني واختار برضو فيكسد سنجل يو ار ال قد يكون طويل شويه حلو كده جميل خلاص بعد اليو ار ال ايه تاني محدش فاكر ديسكريبشن رجع دول ورا شوية ونزل الديسكريبشن تكست بوكس برضو خلي التكست بوكس ما انتش شايفه ليه اهو وبرضو خليه ايه فيكسد سنجل بس ده عايز ممكن يكتب فيه اكتر من سطر صح ولا لا ممكن يكتب فيه اكتر من سطر شايف السهم الزرار ده دوس عليه واختار مالتي لاين واختار مالتي لاين مالت لاين كده بقى تيجي تبص كده تكبر مين قدرت اكبر مين التكست ايه التكست بوكس بتاعي مش بس كده ممكن اطلع له هنا سكرول سكرول زي ده شايفين ده اللي هو كده يعني عشان لو كاتب كلام كتير يعني عشان لو كاتب كلام ايه كتير اقف عليه واجي على سكرول بار عندي هورزونتال وفيرتيكال وبوث هورزونتال ده اللي هو سكرول بار اللي هو زي ده من تحت الفيرتيكال ده اللي هو فين اللي هو زي ده البوز الاثنين البوز اللي هو الايه ونان مفيش انا اختار مين فيرتيكال بس فيرتيكال بس البوز ليه ده بس خلاص تمام كده ديسكريبشن واليوزر نيم والباسورد بتوع الاكونت اليوزر نيم والباسورد بتوع الايه الاكونت وجايب اليوزر نيم ايه اللي عملته هنا ده همسح نعكده هنا خالص معرفش انا اخترت ايه بس ده ما يبقى الكلام مش بولد اللي هو توب ليفت ماشي هكتب هنا ايه ها يوزر بس انا خايف عشان كلمه يوزر دي تلخبطكم دي اليوزر دي غير اليوزر اللي بره خلاص يوزر اكاونت او الاكاونت يوز او اليوزر نيم بتاع الاكاونت ماشي المفروض تبقى معروفه اليوزر نيم بتاع الويب سايت ده ونزله تكست بوكس وراح تكست بوكس اظبطه على فيكسد سينجل وتاني ليبل تاني سميه الباسورد ونزل له تكست بوكس تاني وخليه برضو فيكسد سنجل ده لمين الباسورد ماشي
اشوف هنا خالص، عايز اشوف هنا خالص، اعلم على دول كده عشان اظبطهم جنب بعض، واما اقول لهم ايه الاين ايه ليفت، يعني اخلي الليفت بتاعهم كلهم زي ايه زي بعض. بس تلاحظ حاجه، ده لازق في ده وده اكبر من ده وده اكبر بكتير، عايز اظبطهم ممكن اقول له ايه، اقول له ميك سيم هايت، ارتفاعهم زي بعض. لا لا ده الارتفاع دي مظبوطين، عايزين البعد ما بينهم وما بين بعض، يعني دي خلي الفيرتيكال سبيسنج ايكوال، يعني المسافات اللي ما بينهم وما بين بعض خليها زي بعض. دوست كده خلى لي بقى الفرق ما بين كلمه سايت نيم ويو ار ال زي ما بين يو ار ال وديسكريبشن زي ما بين ديسكريبشن وايه يوزر نيم. لا انا نزلت اثنين. ماشي، يبقى انا ما كنتش ظابط دي، هدول كلهم الاين ليفت زي بعض، والمسافات الثانيه ادوس على فيرتيكال سبيسنج ايكوال اهو، تمام. طيب ودول برضو حاسس ان في حاجه طالعه وحاجه داخله، واخليهم بقى ايه الاين ايه ليفت كده مظبوط، متهيألي كده تمام. وزرار هسميه سيف. ديليت ليه يا اخي؟ ماشي يا عم، هو زرار ديليت عشان ما يزعلش. لا بقى ما نهزرش بقى، زرار ايه؟ لا لا مش لازم جو، لسه يدوس على جو ما هو يتعرض على طول. طب ما نخلي الانترنت اكسبلور جوه الموقع بتاعنا اصلا، جوه البرنامج بتاعنا، ايه رايك؟ نخلي الموقع يفتح جوه البرنامج بتاعنا. هيفتح هنا في تحت هنا، ايه رايك؟ وهتحب نخليه يفتح بره؟ انت برضه مش فاهمني، هو عايز يعمله في نفس البرنامج. انا عايز البرنامج بتاعنا لما اما ادور على موقع اما ادور عليه يقوم ايه يحملوه لي تحت على طول، يشغله لي. فاهمني ازاي؟ واعمل لك برضو الزرار لما اوكي تقوم فاتحه، يقوم فاتح لك مش مشكله، بس برضو يتعرض جوه عندنا احنا عشان تتعلم ازاي يعرضوا عندنا احنا. اكبر برضو الزرار ده سيكا، حلو كده. ده طوله كام ده؟ السيف ده عايزين نعمل الديليت قده عشان بقى الزرار تخين والزرار رفيع. ادور اشوف السايز، لا السايز كام كام؟ 114 31، يبقى اعمل ده برضو 114 وايه؟ مظبوط، انا دوست في حته غلط، ما علينا كده تمام. دلوقتي لما اجي احرك دي بقى كله بيت ايه؟ حرك معايا، ودي الجميل اللي فيها. ونفس الوقت ممكن اروح اخد العنوان المكتوب في الفورم الاولانيه اللي هي بتاعت الويب سايت سيفر ده، كوبي الليبل ده واجي هنا وعامله ايه؟ بيست. وحرك دي تحت سنه. ماشي. حلو قوي. وعايز تحت الحته دي، الحته دي كده يطلع لي هنا ماشي، او نقول مش عارف، ممكن نخلي هنا في تكست بوكس يبحث بيه، هنا يجي يبحث بايه اسم ايه على الحاجه اللي عايز يدور عليها، فنزل له تكست بوكس مثلا او انزل له ليبل الاول عشان يعرف هو يعمل ايه. ثواني عليا بس، سيبنا افكر كده. اقول له سيرش فور ويب سايت، في فكره عندك يعني؟ قول. طيب ممكن نعملها مثلا سيرش باي نيم بتاعه او اليو ار ال بتاعه. موجوده الفكره دي مش جديده، بس انا عايز فكره افضل، او مثلا ان هو ايه يكتب هنا وانا ادور في اسم الموقع او في الوصف او اي حاجه بالكلمه دي تطلع.
ليه فيكسد سنجل، وعايز لسته هنا تتملي تحتيه هنا كده بكل المواقع اللي فيها الكلمه اللي هو بيبحث بيها. مثلا مثلا هيكتب كلمه تعليم، يعني مواقع تعليميه مثلا او حاجات زي كده، فهو ما يكتب كلمه تعليم يطلع له كل المواقع اللي هو مسجلها بتاعت ليه الحاجات بتاعت التعليم. فممكن اجيب له هنا حاجه اسمها ليست بوكس. احنا بنحلم، احنا قاعدين بنحلم. فيطلع لك هنا كل المواقع بنفس الكلمه اللي انت بحثت ايه بحثت بيها. تمام كده؟ ما ما نظبط الاول الدنيا وبعدين يعني ايه كفايه اسيب نص البرنامج مرسوم كده وامشي؟ واقوم جاي هنا في الحته دي عايز الموقع يفتح هنا، هلاقي فيه هنا تول في التول بوكس اداه اسمها ويب براوزر. اسمها ويب ايه؟ ويب براوزر. اشدها واحطها هنا. هنا هيبقى الموقع يفتح، هنا الموقع هيبقى ايه؟ هيبقى يفتح. بعدين بقى ربنا يسهل لنا كده. خلاص؟ يبقى احنا دلوقتي لو جينا تخيلنا ادي المنظر بتاعنا بتاع الايه؟ البرنامج بتاعنا او الشاشه اللي لسه هنعدل فيها برضه، لسه هنظبط فيها اكتر من كده. على حسب الطلب بتاعنا.